كده عشان معظمنا الناس بتضحك عارف اكيد بيتر شانديل قرات الزمان بس نحاول نحسن من مستواه. طب اذن حضرتك لو في مش هنقول مراجع بس لو مذكرات مثلا طلع في الاخر حتى من كل محاضره لما بنحضر كان دي في الاخر تبقى مجمعه اللي حضرتك هتقوله يبقى خلاص الدكتور كل مره بقول الكلام ده وبفشل فيه بامانه. وانا النهارده ماشي اقول كام